بتمر النهاردة الذكرى السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فنانة كبيرة وصاحبة أداء متفرد وظهور راقي في السينما والدراما. دخلت الفنانة فاتن حمامة قلوب محبيها بأدوارها المميزة من اللحظة الأولى لظهورها وهي طفلة في الخامسة من عمرها. مشوار فني راقي ورائع واسم متفرد حفرته فاتن حمامة في أذهان محبيها حتى بعد سنوات من رحلها. فاتن حمامة من مواليد 27 مايو 1937 في السنبلاوين بالدقهلية، وكان والدها هو كلمة السر في دعمها وتنمية موهبتها الفنية منذ نعومة أظافرها. في طفولتها فازت فاتن حمامة في مسابقة أجمل طفلة في مصر، وبعدها أرسل والدها صورة ليها للمخرج محمد كريم اللي كان بيدور على طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد عام 1940، واقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها أنيسة في نفس الفيلم. وبعدها نشر اسمها في الصحف عام 1940 كأول طفلة تشارك في فيلم مصري، وده أثار ضجة كبيرة وشنت إحدى المجلات ضجة وحملة ضخمة على المخرج، وطلبت الحكومة بحماية الطفلة الصغيرة من التمثيل لما فيه من إرهاق لصحتها. بعد 4 سنوات استدعى المخرج نفسه الطفلة فاتن حمامة للتمثيل أمام محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب عام 1944 لتتوالى أدوارها فيما بعد وتدخل عالم الفن من أوسع أبوابه. لفاتن حمامة 94 فيلم، أولهم يوم سعيد سنة 1940 وآخرهم أرض الأحلام سنة 1993. عملت فاتن حمامة مع معظم رواد الإخراج في مصر، ومن أبرز أفلامها ليلة القبض على فاطمة عام 1984. أما المسلسلات فأبرزها ضمير أبلة حكمة، وجه القمر، واللي أنتج عام 2000. تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، كان الأول في عام 1947 لما تزوجت من المخرج عز الدين ذوالفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي سنة 1947. انتهت العلاقة مع ذوالفقار بالطلاق عام 1954، وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف، وبعد الانفصال تزوجت من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015. قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف كانت الأبرز في حياتها وبتعتبر أيقونة للحب والرومانسية، ولكن تسببت الشائعات في انفصالهم عن بعض. عمر الشريف كان دايماً بيقول إن مفيش ست سكنت قلبه إلا سيدة الشاشة العربية. بدأت قصة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف لما شاركها بطولة فيلم صراع في الوادي، وكان وقتها وجه جديد، واستمر زواجهم من عام 1955 وحتى عام 1974. وفي عام 1975 تزوجت فاتن حمامة من الطبيب عبد الوهاب محمود علشان تلاقي فيه الشخص اللي طالما حلمت بيه، ولكنها قررت هذه المرة أن يبقى زواجهما بعيداً عن الإعلام. حصلت سيدة الشاشة العربية على 13 جائزة ودكتوراه فخرية، كانت أبرزها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000. فاتن حمامة توفيت في 17 يناير 2015 عن عمر ناهز 83 عام إثر أزمة صحية مفاجئة. غابت عن عالمنا، ولكن صورتها الراقية وأدائها الهادئ في أعمالها هيفضل عايش بينا مهما مرت السنين.